السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مراسلنا في الميدان، حلقة نتناول فيها مع مراسلين كل جديد في الساحة الفلسطينية وفي مدن ومحافظات الوطن من الشمال حتى الجنوب، حيث تبرز المشاريع الاستيطانية في عناوين اليوم، وأهمها ما ينوي الاحتلال إقامته من متنزهات تربط بين مواقع استيطانية في القدس، بالإضافة إلى اقتحامات الاحتلال للمدن وحملات الاعتقالات. والمزيد سيكون أيضا مع مراسلين المنتشرين في ميادين المحافظات والمدن الفلسطينية. والبداية أو نرحب في شبكة مراسلين من القدس المحتلة، ستكون معنا دانا أبو شمسية، ومن غزة فؤاد جرادة، أهلا بكم، ومن نابلس سعود مسلمي، ومن الخليل أهلا بك إذا نزار، أهلا بكم جميعا. البداية ستكون مع دانا أبو شمسية، أهلا بك دانا. بلدية الاحتلال تخطط لمتنزه يربط موقعين استيطانيين في جبل الزيتون، ما تفاصيل هذين المخططين؟ صدقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال وما تسمى السلطة لتطوير القدس أيضا وتطوير الطبيعة في مدينة القدس على مخطط استيطاني يشمل بناء متنزه يربط بين مستوطنتي جاثمتي على أراضي أبناء شعبنا في بلدة الطور شرق العاصمة المحتلة وعلى المنحدرات الغربية لجبال الطور وجبل الزيتون. هذه المستوطنة وهي بيت أوروت وبيت هاحوشن الواقعة من الجزء الغربي إلى الجزء الجنوبي من بلدة الطور، ما يعني مصادرة واستيلاء على أراضي أبناء شعبنا. تقدر مساحة هذه الأراضي المستولى عليها نحو كيلومتر في هذه المنطقة. تنوي سلطات الاحتلال وبلدية الاحتلال إقامة هذا المتنزه لخدمة المستوطنين هناك كما ذكرنا على حساب أراضي المواطنين. ننوه أن هذه الأراضي هي أراضي خاصة لأبناء شعبنا والفلسطينيين، لم تسمح بلدية الاحتلال بإعطاء تراخيص لهم للاستفادة منها والبناء عليها، لذلك ستقوم قوات الاحتلال وبلدية الاحتلال في العمل والمضي قدما في هذا المشروع الاستيطاني والمخطط الاستيطاني. ومن المتوقع أن يتم عرضه على اللجنة اللوائية للتخطيط للمصادقة عليه للبدء في هذا العمل. ننوه هنا أن هذا المتنزه كان قد عرض مشروعه مهندس يقوم بإعداد مشاريع جمعية العاد الاستيطانية، وهي الجمعية الاستيطانية المتطرفة المعروفة بنشاطها الاستيطاني الموسع في بلدة سلوان القريبة والمجاورة لبلدة الطور. عدا عن ذلك، حيث نتواجد الآن أمام هذه المقبرة الإسرائيلية المقامة على أراضي أبناء شعبنا، أيضا سيقام وفق هذا المخطط مزار وموقع يخدم المستوطنين في هذه المنطقة بالتحديد، هذه المنطقة المطلة على البلدة القديمة وعلى المسجد الأقصى المبارك. ونحن في صدد إعداد تقرير حول هذا الموضوع وتبعياته على أبناء شعبنا وخاصة ممن يقطنون وممن يمتلكون هذه الأراضي. مخططات استيطانية مش بها ولكن في منطقة مختلفة في مدينة القدس وضواحيها. نتجه إلى الجنوب من مدينة القدس ونتحدث عن الولجة القريبة من بيت لحم، حيث صادقت أيضا بلدية الاحتلال على إقامة متنزه في عين الحنية، وهو المتنزه والمتنفس الوحيد لأهالينا هناك. ستقوم بمصادرة أيضا أراضي المواطنين هناك وإقامة متنزه يخدم المستوطنين، يتضمن محلات تجارية وشلالات مياه وغيرها من هذه الخدمات الإضافية التي ستقدم للمستوطنين. يترافق هذا مع نية الإدارة الأمنية والعسكرية هناك بنقل حاجز ما يسمى عين يعيل حتى مناطق إلى داخل مناطق الولجة، ما يعني استيلاء بالمزيد على أراضي المواطنين هناك. هذه هي مخططات الاستيطان الرامية إلى تهويد المدينة وتفريغ المدينة من أهلها الأصليين واستبدالهم بغرباء يهود ضمن حرب ديموغرافية تسعى إلى خلق أقلية عربية وأغلبية يهودية. نعم دانا، ماذا عن ما قدم من استئناف من قتلة الشهيد أبو خضير في محكمة العدل العليا ورفض المحكمة لهذا الاستئناف؟ اليوم كان هنالك وفي تمام الساعة 9 صباحا فيما تسمى محكمة العدل الإسرائيلية، كان هنالك استئناف قدمه قتلة الشهيد محمد أبو خضير للاستئناف في الحكم الصادر بحقهم، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد رفضت هذا الاستئناف، وبهذا يكون الحكم على ما هو عليه للمتهم الرئيسي الكبير. كان التهمة هي الحرق والقتل العمد، وكانت يعني حكمه بالسجن المؤبد إضافة إلى 20 عام وإضافة إلى غرامة
مالية تقدر بقيمة 15,000 شيكل، والمتهم الثاني بمؤبد 20 سنة وغرامة مالية تقدر بقيمة 3,000 شيكل، أما المتهم الأصغر ففي السجن لمدة 21 عام وغرامة مالية تقدر ب3,000 شيكل، وبهذا يبقى الحكم كما هو عليه بعد رفض الاستئناف الذي قدمه قتلة الشهيد. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن دانا أبو شمسية مراسلتنا في القدس المحتلة، سنعود لك في حال أي جديد لديك. الآن نتحول إلى غزة ومعنا من هناك فؤاد جرادة. أهلا بك فؤاد. إذن لربما الخبر الرئيسي في غزة هو افتتاح معبر رفح لمدة 3 أيام ابتداء من الأمس وانتهاء بمساء الغد. ما التفاصيل حول هذا الفتح المفاجئ لهذا المعبر؟ نعم، يعني أسعد الله أوقاتك مالك وأوقات السادة المشاهدين بكل اللحظات. بالفعل هو ربما الملف الأبرز لهذا اليوم وهو ملف معبر رفح، حيث تم فتح معبر رفح بشكل مفاجئ يوم أمس مع الساعة 12 تقريبا من مساء أمس. يعني ربما هذه الفتحة المفاجئة والتي كانت متأخرة نسبيا من نهار أمس، مما أدى إلى وجود حالة من الفوضى وحالة أيضا من البلبلة داخل المعبر رفح، حيث توجه عدد كبير من المواطنين الذين الراغبين بالسفر وتوافدوا على هذا المعبر من أجل يعني المحاولة أو يتسنى لهم الخروج من قطاع غزة، كل إلى عمله وكل إلى وجهته. ولكن يعني كانت ربما هذه الفتحة أيضا باتجاه واحد فقط بالنسبة ليوم أمس، فيما يعني أنه هل من أعداد ربما توفرت لديك حول عدد أن يغادر من سافروا ومن عادوا إلى غزة؟ نعم، يعني بالأمس كما قلنا هو كانت الحركة والتنقل باتجاه واحد فقط، المسافرين من قطاع غزة إلى هناك، ولكن اليوم هو سوف يكون وغدا سوف يكون الفتحة باتجاهين بالخروج والعودة ذهابا وإيابا. اليوم حتى قبل نصف ساعة من الآن توجه ما يقارب حوالي 145 مسافرا خرجوا من معبر رفح باتجاه الجانب المصري، علاوة على 9 حالات مرضية و6 مرافقين و4 إسعافات. أما في يوم أمس كان هناك حوالي 60 مسافرا بالإضافة إلى 6 حالات مرضية وأيضا حوالي 4 مرافقين مع هؤلاء المرضى. الفئات التي تخرج من قطاع غزة هم فقط من الحالات الإنسانية والطلبة وأيضا الحاملين لجوازات أجنبية والحاملين للجوازات المصرية وبعض الإقامات الخارجية، بالإضافة إلى التنسيقات المصرية. المواطنون الفلسطينيون يأمل أن يكون هناك يعني تمديد لفتحة هذا المعبر، ولكن حتى اللحظة بعد التواصل مع إدارة المعبر رفح على الجانب الفلسطيني أكد لنا بأنه لا يدور حديث في هذه اللحظة عن وجود لهذا التمديد. فتح بالأمس واليوم ويوم غدا، حتى هذه اللحظة كما قلنا لا يوجد تمديد، ولكن ربما تكون الساعات القادمة تحمل في طياتها أخبار مبشرة للمواطنين الفلسطينيين إذا ما تم تمديد فتح معبر رفح من قبل السلطات المصرية. المواطنون هم في قطاع غزة يأملون أن يكون هناك جدول زمني محدد وأن تكون هناك يعني فتحة دائمة ربما حتى يتسنى لهم الخروج بشكل يعني سلس أكثر وأن لا يكون هناك عوائق كبيرة وتجمهر كبير داخل معبر رفح الذي يعيق السفر بطبيعة الحال بشكل كبير. هذا كل هذا ما يتعلق في حركة التنقل. نعم، وملف معبر رفح. فؤاد، حتى نعم، نتحدث اللحظة في موضوع آخر ربما أحد مواضيع المصالحة الوطنية، وهو استكمال عودة الموظفين أو بعض الموظفين إلى بعض الوزارات. ربما لو تعطينا صورة أوضح حول هذه العودة وتحت مظلة ماذا؟ نعم، هذا صحيح. يعني منذ توقيع اتفاق القاهرة وحتى يومنا هذا تجري وإن كانت بحركة متباطئة، ولكن على أي حال تكون حركة محمودة بعودة الموظفين بعض الوزارات إلى أعمالهم، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من المرحلة الأولى، حيث أعلن الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم بانتهاء عودة جزء من الموظفين إلى وزارة التربية والتعليم كمرحلة أولى من هذا الاتفاق ومن هذه العودة، بالإضافة أيضا إلى وزارة الصحة الذي عاد في قبل أسبوعين حوالي 50 موظفا أيضا إلى أعمالهم في وزارة الصحة، وأيضا كان هناك في وزارة الشؤون الدينية. أما اليوم عاد 60 موظفا من موظفين وزارة الاقتصاد الوطني إلى أعمالهم، كانت العودة يعني ربما بشكل سلس، لا يوجد هناك أي عوائق تذكر. يأمل الموظفون في باقي الوزارات بعد أن استطلعنا لآراء بعض الموظفين الذين يعني كنا بالقرب منهم، كيف يعني تشاهدون وكيف تقيمون هذه العودة؟ كانت العودة كما قلنا سهلة وسلسة ولا يوجد هناك أي عوائق أو حتى يعني بعض
بعض المطبات إن صح التعبير في عودتهم، يأمل باقي الموظفين من الوزارات الأخرى أيضا العودة، أن ينتهي هذا الملف بعد يعني أن أقصوا عن العمل أو يعني ربما جلسوا عن العمل لأكثر من 11 عاما. هذا فيما يتعلق بمستوى الموظفين. هناك على المستوى الميداني أيضا صباح هذا اليوم كان هناك خبر عاجل بتوغل عدد محدود من الآليات وتحديدا 4 آليات جرافات إسرائيلية في منطقة القرارة شرق خان يونس. هذا التوغل كان توغلا محدودا، لم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر مادية، سوى أن يعني ربما الاحتلال الإسرائيلي يحاول قدر الإمكان أن يثير حالة من الاستفزاز على المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة على طول هذا الشريط الحدودي الممتد من رفح شمالا، من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا. أيضا اليوم الخميس، من غدا سوف يكون الجمعة، من المفترض أن تكون هناك أيضا يعني توجهات للحدود وجمعة الغضب يعني كما اعتاد الفلسطينيون منذ أن أعلنت الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن تكون القدس هي عاصمة لإسرائيل، واعتاد الفلسطينيون أن توجهوا إلى مناطق الاحتكاك والتماس من أجل يعني المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي رفضا لهذا القرار. من المتوقع أن يكون يوم أمس يعني يكون سوف تكون مواجهات ساخنة، سيما بعد إعلان استشهاد الشهيد أحمد جرار منذ يومين في الضفة الغربية، ونأمل السلامة للجميع بالتأكيد. شكرا جزيلا لك إذن فؤاد جرادة مراسل تلفزيون فلسطين في غزة. الآن نتحول إلى الخليل ومعنا من هناك إذن عزمي بنات، أهلا بك مراسلنا عزمي. عزمي هنالك اقتحام لمدرسة وأيضا هنالك اعتقال وتسليم بلاغات، وإضافة إلى ذلك كله حملة للتبرع بالدم في بلدة بيت أولى غرب الخليل. ضع ما لديك في هذا في هذه النافذة عزمي. أهلا بك مالك وبكافة السادة المشاهدين. قبل الحديث عن حملة التبرع بالدم، دعنا نتحدث على صعيد الاعتقالات والاعتداءات الإسرائيلية. صباح هذا اليوم قوات الاحتلال داهمت مدرسة قرطبة والتي تقع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وقامت على احتجاز الهيئة التدريسية والطلاب إلى حين تدخل الصليب الأحمر والارتباط الفلسطيني. في ذات الوقت أطلقت قوات الاحتلال وابلا كثيفا من القنابل الغازية والصوتية صوب المدارس المنطقة الجنوبية، مما أصيب العشرات من الطلبة بحالات اختناق. في ذات السياق أيضا قام الوزير وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم بافتتاح مدرسة الكركي في المنطقة الجنوبية، وذلك من أجل تعزيز صمود الطلبة وذلك وكذلك دفع العجلة التعليمية التي تسعى ما تسمى حكومة الاحتلال إلى عرقلة المسيرة التعليمية في المنطقة الجنوبية، ناهيك عن اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحق الهيئة التدريسية والمدارس كمدرسة المدرسة الإبراهيمية والعديد من المدارس التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، وكذلك اعتداءات المستوطنين. أيضا نتحدث على صعيد المداهمات والاعتقالات الإسرائيلية. فجر اليوم قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات في مناطق متفرقة في محافظة الخليل، كان لمدينة دورة نصيبا من هذا الاعتداء، حيث اقتحمت منطقة دير الرازي وكذلك منطقة الكوم، واعتقلت المواطن ناصر عمر، وكذلك سلمت بلاغا للمواطن عبد القادر رجوب لمراجعة مخابراتها. في مداهمة أيضا بلدة إذنا غرب الخليل، وقامت على تسليم المواطن مؤيد أبو زليطة بلاغا أيضا لمراجعة مخابراتها. إلى الجنوب أيضا في مدينة الخليل، ونتحدث هنا عن مخيم الفوار، حيث اقتحمت قوات الاحتلال العشرات من المنازل في مخيم الفوار جنوب الخليل، وقامت بالعبث في محتوياتها، وكذلك اعتقال المواطن يوسف الطيطي 22 عاما واقتياده إلى جهة غير معلومة. بالعودة إلى ما بدأت به مالك، نتحدث عن حملة التبرع والتي جاءت بعد الحملة التي أعلنتها بلدية بيت أولى بالتعاون مع صندوق الدم الفلسطيني، وكذلك من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الدماء وأيضا حفظها في هذا الصندوق. جاء ذلك أيضا تلبية لنداء المستشفيات والمراكز الصحية. للتحدث أو للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة السيد محمد العدم، مدير الإعلام والعلاقات العامة في بلدية بيت أولى. أهلا بك سيد محمد عبر برنامج مراسلونا في الميدان، تحدثنا عن هذه الحملة وأهميتها والهدف الرامي والسامي من وراء هذه الحملة. حملة التبرع بالدم هي حملة جاءت بالتعاون بين بلدية بيت أولى وبنك الدم الفلسطيني. ارتأينا في هذه الحملة أن نطلق عليها التبرع بالدم هدية من الحملة.
انطلاقا من واجبنا الوطني نحو الأرض، نحو الجرحى، نحو الأسر، نحو كل شيء فلسطيني. حاجة الفلسطيني للدم هي حاجة مهمة وحاجة ملحة جدا. ارتئينا في هذه الحملة أن نساعد بنك الدم في توفر كميات مناسبة من الدماء من أهالي بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. لاحظنا في الفترة الأخيرة نداءات واستغاثات من المراكز الطبية من المستشفيات بضرورة توجه المواطنين إلى التبرع في الدم، خاصة في الأحداث الأخيرة. لاحظنا في الفترة الماضية هناك عدة أحداث استدعت وجود كميات من الدم. طب يعني محمد، عذرا على المقاطعة، يعني الحديث عن هذا الموضوع في الفترة الأخيرة لا تترك المشروب أن محافظة الخليج كان لها مصيبة أكبر من حيث الجرحى نتيجة اعتداء قوات لا تجاوب المواطنين في مدة بيت أولى. نعم، إذن هنالك خلل في الصورة التي ترد إلينا من الخليل ومن مراسلنا عزمي بنات. إذن سنعود إلى عزمي حالما تصل إلينا الصورة وحالما يتم أيضا استكمال هذا الحديث مع محمد العدم. الآن نرحب بزميل إيهاب الضمير الذي انضم إلينا من طول كرم. أهلا بك إيهاب، ولكن سنذهب إلى نابلس الآن، ومعنا من هناك وعود مسامي. أهلا بك وعود. اقتحامات شهدتها نابلس أو قرى نابلس بالتحديد على مدار الليلة الماضية، وتم أيضا اعتقال لبعض الشبان بالإضافة إلى اعتداء المستوطنين على بعض المواطنين في قرى نابلس. لو تضعين في صورة كل هذه التفاصيل. مساء الخير لك مالك وللمشاهدين الأعزاء. بالفعل شهدت محافظة نابلس الليلة الماضية اقتحامات لجيش الاحتلال تركزت في المنطقة الجنوبية، تحديدا في قرية اللبن الشرقية، حيث اعتقل جنود الاحتلال شابين وهم يعني محمد حربي دراغمة يبلغ من العمر 15 عاما، وكذلك سرحان رفعت دراغمة يبلغ من العمر 24 عاما، قبل أن تعاود الانسحاب من القرية. في سياق متصل شهدت محافظة نابلس في الآونة الأخيرة تصاعدا في وتيرة اعتداءات المستوطنين بحق القرى والبلدات المختلفة، تحديدا في المنطقة الجنوبية والقرى والبلدات الجنوبية من محافظة نابلس. يوم أمس أقدم مستوطن على دهس مواطن بالقرب من مجدل بني فاضل في بلدة عقربة. هذا الشاب يدعى عماد أبو غزالة يبلغ من العمر 27 عاما، قام المستوطن بدهسه بشكل متعمد ما أدى إلى إصابته بجروح وردود، نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج. أيضا في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس أقدم مستوطنون على رشق المركبات المارة بالحجارة ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد منها. كذلك الأمر في يعني أقدم مستوطنون أيضا في على وضع كرفانات وبيوت متنقلة جاهزة على منطقة جبل صبيح شمال بلدة زعترة جنوب مدينة نابلس. هذه البيوت المتنقلة والكرفانات تم كتابة يعني كلمات باللغة العبرية عليها، وهي مطلة على بلدة يتمة، المطل أيضا على مفرق زعترة جنوب مدينة نابلس. هذه الاعتداءات إذن تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل يومي، هنالك اعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال أيضا بحق المواطنين تحديدا في قرى جنوب مدينة نابلس. نعم وعود، ماذا عن الإصابات التي نتجت عن الأحداث قبل أيام؟ هل من ربما تحديثات على هذه الإصابات؟ هل من ربما إصابات خطيرة عدت إلى الاستقرار أو ماذا؟ بالفعل هنالك إصابة كانت قد وصفت ببالغة الخطورة للمواطن أشرف أبو فاعور، شاب صغير في العمر، كان قد أصيب في منطقة يسار القلب برصاصة اخترقت أحد الشرايين الرئيسة الموصلة للقلب، كانت حالته بالغة الخطورة، لكن يعني بفضل الله طبعا وهنالك جهود كبيرة بذلها الأطباء في مشافي محافظة نابلس عادت حالة هذا الشاب إلى الاستقرار. في مفاجأة كانت وهو وحيد لعائلته، نعم. بالتالي كانت مفاجأة سارة لمحافظة نابلس تحسن هذا الشاب واستقرار حالته. نعم شكرا جزيلا لك إذن وعود مسامي مراسلتنا في نابلس. الآن مشاهدينا الكرام نعود إلى عزمي بنات من الخليل. أهلا بك عزمي، ربما إذن الصورة تصلنا من الخليل، ولكن يبدو أن الصورة لم تجهز بعد، ربما هنالك خطأ في الاتصال. الآن نتحول إلى طول كرم، ومعنا من هناك إيهاب الضمير. أهلا بك إيهاب. فعاليات عديدة تشهدها محافظة طول كرم على مدار هذا اليوم، ولكن ماذا عن الوضع الميداني؟
نعم، تحية لك مالك وتحية للسادة المشاهدين. بالفعل قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة بلعة أو بلدة عنبتة عفوا إلى الشرق من طول كرم. هناك كانت عديدة أو عدة جيبات عسكرية دخلت إلى عنبتة مع الفجر فجر هذا اليوم واقتحمت البلدة، أيضا داهمت عدد من المنازل واعتقلت أربعة مواطنين وسلمت والد لطفل قاصر بلاغا لمراجعة المخابرات. دعني فقط أن أذكر أسماء من تم اعتقالهم وهم مراد عبد الكريم، محمود مخلوف، مجدي أيضا محمود زيدان، وعماد مصطفى نجار، ومهند سامي خميس أبو عسل، وتم تسليم والد القاصر الطفل محمد سيف أبو عسل بلاغا لمراجعة الطفل مخابرات الاحتلال. هذه ليست أول مرة، خلال هذا الأسبوع أيضا قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من عنبتة، وذلك يدلل على أن قوات الاحتلال تستهدف هذه البلدة التي تقع على الشرق من طول كرم. هذا بما يخص الوضع الميداني. أيضا ما زالت قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على الطرق الواصلة إلى طول كرم بين الفينة والأخرى، تضع الحواجز الطيارة وتدقق في هويات ومركبات المواطنين. على مستوى الفعاليات مالك، هناك اليوم كانت فعاليتين، الفعالية الأولى وهي فعالية تتعلق في مناقشة مسودة قانون تتعلق بالعنف الأسري، حيث هذه الفعالية أقيمت في قاعة القدس داخل دار محافظة طول كرم ما بين أو بالشراكة ما بين منتدى المنظمات الأهلية وأيضا محافظة طول كرم، تهدف إلى وضع كافة الخطوط العريضة لهذه المسودة من أجل اعتمادها وتطبيقها مما ينعكس إيجابا على الأسرة الفلسطينية. من جهة أخرى، جمعية لجان العمل الاجتماعي اليوم أيضا زارت مستشفى طول كرم الحكومي وهو مستشفى الشهيد دكتور ثابت الحكومي، وقامت بتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى من أجل إدخال الفرح والبسمة لهؤلاء الأطفال والتأكيد على اهتمامها بهذه الشريحة المهمة في المجتمع الفلسطيني. يعني هذا ما هو مجمل الأوضاع في محافظة طول كرم. إليك مالك. شكرا جزيلا لك إيهاب ضميري مراسلنا في طول كرم. نرحب بوطن بلاص مراسلتنا في أريحة، أهلا بك. وطن لربما كانت أشد المواجهات ما بين الشبان والاحتلال كانت على المدخل الشرقي لمدينة أريحة بالأمس، فأكثر من 30 إصابة ربما، ما التفاصيل لديك؟ نعم مالك، بداية أهلا بك وأهلا بكافة مشاهدين تلفزيون فلسطين. بالفعل فنتحدث بداية عن أبرز الأحداث الميدانية خلال 24 ساعة الماضية في محافظة أريحة. نعم. والأغوار، حيث دارت مواجهات عنيفة ما بين الشبان وقوات الاحتلال، كانت حصيلتها 21 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقلت إصابتان منها إلى المستشفيات الفلسطينية. أيضا كان هناك 9 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق المواطنين للغاز السام والمسيء للدموع. يعني المدخل الجنوبي لمدينة أريحة والمدخل الشمالي كذلك يشهد منذ بداية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال. مسيرات يوم أمس كانت مسيرات عفوية توجهت إلى المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي لمدينة أريحة، وذلك تنديدا بالجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين، وذلك أيضا بعد ارتقاء 3 شهداء خلال أقل من 24 ساعة. أيضا مخيم عقبة جبر كان له نصيب من اعتداءات قوات الاحتلال، حيث اقتحم قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر وقامت بتفتيش المنازل وتدمير ممتلكات المواطنين واعتقال 5 مواطنين من مخيم عقبة جبر. أيضا هناك 5 حالات اعتقال من مخيم عين السلطان، وذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال المخيم. بالحديث عن الفعاليات الموجودة في محافظة أريحة والأغوار، فاليوم هناك ورشة تدريبية للصحفيين للحديث عن مفهوم الاقتصاد الأخضر، وتدريب الصحفيين والإعلاميين على إعداد مواد إعلامية تتحدث عن مفهوم الاقتصاد الأخضر وأيضا تتعلق بالزراعة البيئية والزراعة العضوية. نتحدث عن معبر الكرامة، حيث يشهد المعبر ساعات عمل اعتيادية من الساعة 7:30 صباحا وحتى 9:30 مساء هذا اليوم. هذا كل ما لدي مالك، وعودة لك. شكرا جزيلا لك إذا وطن بلاص مراسلتنا في أريحة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل التي وضعتنا بها.
إذا مشاهدينا الكرام، بهذا ربما نصل إلى ختام هذه الحلقة التي تناولنا فيها مجمل الأخبار في معظم المحافظات الفلسطينية، حيث تحدثنا عن مشاريع الاستيطان التي يحاول الاحتلال القيام بها في مدن القدس، بالإضافة إلى حملات الاعتقالات والاقتحامات التي شنتها على مدار الليلة الماضية في معظم محافظات فلسطين. تحدثنا أيضا عن معبر رفح وفتح هذا المعبر لمدة 3 أيام، يبدأ من الأمس وبدأ من الأمس وينتهي مساء الغد، بالإضافة إلى اقتحام بعض المدارس وأيضا القرى في نابلس. وختمناها أيضا بالحديث عن أريحة التي شهدت بالأمس ربما أشد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها أكثر من 30 إصابة بين المواطنين. إلى هنا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقة مراسلين في الميدان، ونلتقي بكم إذن في حلقات أخرى. حتى ذلك الحين دمتم بخير وإلى اللقاء.